قلت لكم لما تشوفوا هالة دي بتاعت الصحة دي هتسمع العجب العجاب. الشروق نيوز بتقول الصحة وفاة طبيبة المطرية طبيعية طبيعية، والنيابة تأمر بتسليم الجثة لزويها، وأشارت إلى أن الطبيبة المتوفاة كانت تعمل نائبة أطفال بمستشفى المطرية، وقد أخلت طرفها من العمل بالمستشفى منذ شهر يوليو عام 2017. كمان يا هالة والله العظيم بيفكروني بواحد صاحبي ده اسمه أحمد العربي، بعد ما اتضربت برصاص صفات رابعة طلع في قناة الحياة يقول لك إيه؟ أنباء عن وفاة الزميل أحمد العربي في الحياة اليوم، أنباء عن وفاة الزميل أحمد العربي علما بأنه كان في غير أوقات العمل الرسمية. إخلي المسؤولية يا عم، ويقول لك بقى أنتوا كنتوا مودينه عارفين إن هو في رابعة ومشغلينه عندكم ليه؟ وكان بيعمل إيه وبتاع؟ فهالة طلعت تقول لك ده أصلا عندها إخلاق طرف، وممكن تطلع لها شهادة تقول لك ده أصلا دي مش دكتورة أصلا، وإيه اللي دخلها المكان ده؟ دي أصلا تسببت في وفاة أطفال لأن هي مش دكتورة. هو ده العبث بعينه اللي بتعيشه مصر والله العظيم، والسيناريوهات متكررة وكوبي وبيست من كل حاجة، لأن هم أغبياء وبيمشوا على اللي مكتوب وخلاص. ده كان الخبر من الشروق. يلا نروح بقى للي بعده من اليوم السابع، وهلا برضو بس بالنضارة السوداء بقى، تقول لك الصحة وفاة طبيبة المطرية طبيعية، والنيابة تأمر بتسليم الجثة لزويها. ده برضو تأكيد على نفس الرواية. طيب إنما الحقيقة حاجة تانية خالص. نسمعها منين؟ من شيماء. مين شيماء؟ شيماء دي تبقى بنت خالة الطبيبة المتوفية، ربنا يرحمها يا رب، نسأل الله لها الرحمة. وبنت خالتها قالت إيه بقى شيماء؟ قالت كده: سارة أختي وصاحبتي وبنت خالتي، الله يرحمك ويغفر لك، اتنزلنا علشانك يا سارة، علشان ما تتبهدليش وتتشرحي، عشان ما يبقاش موتي من إهمال المستشفى والسكن الزبالة، ونسيبك تتبهدلي بعد ما تموتي في المستشفى القذرة دي. وعملت هاشتاج للتوضيح. هو ده بقى الحقيقة، هي دي الحقيقة. زي يا جماعة ما عشنا يا جماعة. طيب ماشي نكمل. البص لسه في كلام تاني ماشي. بعد بقى هاشتاج للتوضيح، هي بتقول سارة ماتت بصعق كهربي، بس السخان البايظ فيه أثار حرق بسيطة، لكن مش متفحمة ولا حاجة. ما كانتش على قوة المستشفى، هي قضت فترة من الزمالة فيها وبعدين راحت على قوة مستشفى الجلاء، وبتبات في سكن طبيبات المطرية علشان ما فيه سكن متاح لأطباء الزمالة. يعني نطلع بقى فوق شوية لو سمحتم. يعني بسبب المنظومة الفاشلة راحت تبات هناك بشكل ودي، بدل ما توفروا مسكن لطلبة العلم، إنما تتشحطط وتدفع فلوس عشان تتعلم، وفي الآخر برضو تموتوها. يعني اللي يطلب علم في البلد دي يدفع فلوس ويبادر في الشوارع يدور على سكن ويتغرب بعيد عن أهله، وكمان يموت، وفي الآخر أصلها مش على قوة المستشفى. مش على قوة المستشفى. يبقى لما تموت من صعق كهربي نتيجة سخان بايظ قديم، وأطباء السكن شكوا من شهر رمضان اللي فات إنه بايظ، يبقى ملناش دعوة، أصلها مش على قوة المستشفى. وغيرها من طبيبات المطرية مش كان ممكن يموت مكانها؟ لما هي مش على قوة المستشفى، إزاي سمحتوا لها تدخل وتبات بالشهور؟ مش زي ما قلتوا يوم باستضافة زميلتها، يبقى اي حد يقدر يدخل المستشفى براحته ويموت مريض ولا يعمل مصيبة. للأسف عذر اقبح من ذنب. والله اتنازلنا علشانك يا سارة، والناس اللي بتقول وحقها انها تدفن معززة مكرمة، وصدقيني يا سارة حقك عمره ما هيضيع، وحق كل مظلوم هيتاخد من الظالم في الدنيا وفي الآخرة. حقكم كأطباء دافعوا عنه مدام عايشين، انما دي ماتت سيبوها تموت بكرامة بدون تشريح ولا بيات في التلاجات. احنا اتنازلنا واستلمناها بعد 24 ساعة من وفاتها في التلاجة، ما كانش ممكن حد يتحمل تقعد اكتر من كده ولا تتشرح. شفتوا بقى؟ زي بالظبط يا جماعة لما انت بتروح، ربنا يعافينا ويعافي الجميع يا رب ويرحم من ماتوا غدرا من داخلية الانقلاب، تروح تستلم الجثة اللي هم قتلينها مع سبق الإصرار والترصد، تمام؟ ويقول لك ايه؟ يمضوا الاب او الام يقولوا امضي ان هي ماتت منتحره. منتحره ايه؟ ده انتوا اللي قتلينها. هو كده. يعني هم بيضغطوا عليهم عشان ياخدوا الدكتوره وما يتكلموش. شفتوا بقى الاجرام؟ يعني ماتت بسبب اهمالهم وفشلهم، وفي الاخر قرروا ان هم يزوروا شهاده وفاتها وتقولوا انها ايه بقى؟ ماتت بهبوط حاد في الدوره الدمويه، وان هي مش على قوه المستشفى، وان الموضوع عادي، وتطلع هاله بسحرتها الغبيه بنضاراتها تطلع تقول لك ايه؟ ده مش على قوه المستشفى.
الله ربنا ينتقم منك يا هالة، انت وعبد الفتاح السيسي اللي جابك وزير على الصحة. يلا نروح لاخر بوست. المصري اليوم شقيق طبيبة المطرية، تنازلنا عن كل شيء عشان نستلم جثمانها. ربنا يرحمها يا رب ويتغمدها برحمته، ونسأل الله عز وجل أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.